أحسن الله إليكم. السائل أبو إبراهيم مصري يعمل في القصيم، يقول كيف تكون مراقبة الله ومحاسبة النفس مع الأمثلة مأجورين؟ تكون مراقبة الله استحضار عظمته واطلاعه على عبده وتذكر الحساب والجزاء، هكذا تكون مراقبة الله، لأن لا يغفل عن الله جل وعلا، أن يكون دائما، يكون الله دائما على باله، يخافه ويرجوه ويعلم أنه مطلع عليه وأنه سيجازيه بأعماله. فإذا كان كذلك فإنه يكف عن المعاصي والشرور ويلزم الطاعات وفعل الخيرات خوفا من الله ورجاء بثوابه واستحياء منه سبحانه وتعالى، فإنك لا تخفى عليه، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو مطلع عليك وينظر إليك. فيجب عليك أن تستحي من الله وأن تخشى من الله وأن تخاف الله عز وجل، فلا يراك على معصية أو على مخالفة، وإنما تكون دائما ملازما لطاعة الله، لا يراك إلا في طاعته سبحانه وتعالى. هذه مراقبة الله عز وجل. نعم.